أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن الدولة تدعم المشاريع الصناعية لتحقيق هدفين رئيسيين، وهما تعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية وتصدير منتجاتها، والمساهمة في حماية البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية. جاء ذلك خلال كلمتها بافتتاح مؤتمر الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء. إحنا النهاردة بنستكمل التوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في دعم الصناعة المصرية. ابتدأنا الحقيقة المشوار بثلاث خطوات. الخطوة الأولى وهو تنسيق العمل المشترك ما بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة من ناحية دراسات تقييم الأثر البيئي، التفتيش أو الالتزام. الخطوة الثانية هي زيارة 6 أكتوبر مع معالي الفريق كامل الوزير الأسبوع الماضي، في إن إحنا بنوري نماذج وزارة البيئة قامت بيها لتوفيق أوضاع المصانع من خلال دعم من برنامج التحكم في التلوث الصناعي. شفنا النهاردة في المؤتمر في كانت منحة دوارة موجودة من فترة، قدر كتير جدا من الصناع يستفيدوا منها، وبالتالي في الفترة القادمة طبقا لأولويات الدولة المصرية، وفي أولويتين مهمين جدا هي التنمية الصناعية والتنمية البشرية، والاثنين بينهم ارتباط وثيق جدا. برنامج الأمم المتحدة للإنمائي قام بتنفيذ مشروع مع مركز حديث الصناعة اعتبارا من 2018، كان الهدف منه هو فتح الأسواق لاستخدام المحطات الصغيرة للطاقة الشمسية على أسطح المنشآت. تم تنفيذ أكثر من 220 محطة من المحطات الصغيرة على أسطح المصانع والمنشآت التجارية والفنادق والمنازل.